السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد من سوبر مامي. هنعمل مع بعض إن شاء الله النهاردة كفتة داوود باشا بالجبنة. تعالوا شوفوا الطريقة والمقادير، ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك. هنشوف المقادير مع بعض. معايا 1/2 كيلو لحمة مفرومة، عليها بصلة مبشورة، بصلة كبيرة، وصفيتها من المية بتاعتها، وخدت التفل بتاع البصل بس عشان الكفتة متفكش مني. المية بتاعت البصل انا مش هرميها، هحتاجها دلوقتي. معايا في التوابل ملح، فلفل اسود، بابريكا، كزبرة ناشفة، وملح، ورشة حبهان، رشة توم باودر، ودي قرفة. القرفة بتبقى خطيرة مع اللحوم. ومعايا اللي هتخلي طعم اللحمة بقى الكفتة خطير، معايا شوية شبت على شوية بقدونس مفرومين في الكبة، ومعايا كوباية كبيرة من صلصة الطماطم اللي انا فرموها في الكبة ومعليهاش مية خالص. بصوا عايزاها تقيلة. هنعمل ايه دلوقتي؟ هجيب البصل مع اللحمة كده، هحط عليه التوابل، وعجنه كويس. نزلت عليها الشبت والبقدونس المفرومين. بعد الخضرة عجنتها كويس قوي وخلطتهم مع بعض، وبعدين شكلتها كور كده. هدخلها بقى التلاجة دلوقتي حوالي 1/2 ساعة تتشمع بس كده وتمسك نفسها، عشان انا المفروض كفتة داوود باشا تتحط على التعكر بالدقيق كده وتتشوح في طاسة على النار قبل الصلصة. انا مش هحط عليها دقيق علشان الدقيق بيخلي الصلصة بتاعتها تقيلة شوية، ويعني بيخليها معجنة كده سنة، فانا مش هحط عليها دقيق خالص. انا هشوحها كده في الطاسة من غير دقيق خالص. فهدخلها التلاجة تتشمع، وعشان كده قلت لكم هنحط البصل من غير مية عشان الكفتة تمسك. الكفتة اهي خرجتها من التلاجة بعد 1/2 ساعة اتشمعت. عندي طاسة فيها 2 معلقة زيت ومكعب زبدة عشان اشوح فيها الكفتة. هحطها كده، هسيبها بقى تتشوح على المكنة، وبعدين اقلبها على الناحية التانية لحد ما تاخد لون معايا. بصوا انا كده شوحت الكفته وبقت تمام. هنقلها بقى في طبق تاني عشان اعمل الصلصه في نفس الطاسه بنفس الماده الدهنيه. في نفس الطاسه مكان اللحمه هحط بصلتين او بصلايه كبيره وفصين ثوم. كده البصل اصفر، هنزل عليه الصلصه، عليها ملح وفلفل. بصوا هنزل عليها ايه، ميه البصل اللي انا صفيتها من البصل اللي حطيتها على الكفته. هنزل دلوقتي الكفته واسيبها تستبك شويه مع الصلصه. انا سايباها تستبك شويه لسه. كده خلاص الكفته بتاعتي اتسبكت في الصلصه. هي كفتة داوود باشا لحد هنا. لو انت عاوزة تقدميها بقى في طبق وتقرا عليها رشة بقدونس كده وشبت تمام. عايزة تعملي الخطوة اللي جاية دي كمان اللي انا هعملها برضو تديها طعم وشكل كويس، هنقل الكفتة بالصلصة في الطاجن البايركس ده ونحط على وشه جبنة. هاخد بقى الصلصه دي انزلها على وش الكفته، هديها بقى رشه جبنه.
وادخلها الشوايه. ده شكل الكفتة لما خرجت من الفرن، شكلها مشهي جدا. قدميها مع مكرونة، ممكن رز ابيض برضو. جربوها ان شاء الله تعجبكم الطريقة وتكون سهلة عليكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من سوبر مامي. حطوا لايك للفيديو لو عجبكم وسبسكرايب للقناة.